رحمة الله وبركاته. الزمالك يحصد بطاقة المشاركة رسميا في النسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا. حصد فريق الزمالك بشكل رسمي بطاقة المشاركة في النسخة المقبلة من منافسات دوري أبطال أفريقيا بعدما حصد المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز، ليصبح بذلك ثاني الأندية المصرية التي ستشارك في النسخة المقبلة لدوري الأبطال عقب ضمان الأهلي المشاركة في تلك البطولة، بعدما توج بشكل رسمي ببطولة الدوري الممتاز. وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا تواجد الأهلي في دور النهائي، حيث ينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي، حيث تغلب الزمالك في لقاء الذهاب بالمغرب بنتيجة 1-0، وسيلتقي الأبيض يوم الأحد المقبل مع الفريق المغربي في استاد القاهرة.